يوم 14 تموز هو العيد الوطني الفرنسي كتوجويه، فاكيد يعني تهنئه وهيك رساله حب واخويه لكل الفرنسيين. مارك بيروت بنيتشر اللي حب يعمله انه يحول الحلقه لموضوع له علاقه بالجنينات وبالطبيعه الفرنسيه. مزبوط، انا اكيد فخور اني لبناني وما بدي اكون شيء ثاني، بس بحب كثير فرنسا، انه درست هونيك وبحب كثير هذا البلد، ما بحبهم بالفوتبول تكون واضحه بس بكل شيء ثاني بحب كثير، يعني بتحس انه الدافي يعني حضاره وبتروح عن جد، يعني اوكي بنروح على باريس بس اللي بيتعلم كمان يتطلع غير على باريس، فيها قصص رائعه فرنسا، وانا عندي كثير يعني اتشمع على الجنينات اللي عندهم هون. اذا هيك بس تعرف مثلا اذا بتطلع بتحط على جوجل مثلا لي بلو بو جاردان دو فرانس مثلا بتخوت، لانه في اكثر من 1000 واحد، مثلا في بيقولوا لك بار ديبارتمون، وفي اذا كانوا جاردان لناس كمان في كلاسمون لانه في كمان جاردان تبع الشاتو هيك. هلا انا حبيت بالاول بس فرجه بالاول شو معناتها جاردان على فرنسيز على السريع، وبعدين في بكذا سفره زرت منهم هذا الجاردان وحابب انه نشاركهم، يعني انا ما رح فيها نلحق اليوم قد ما هن كثير، وفي منهم يعني عن جد قلبين رحت كذا مره عليهم بتخوت قد ايه حلوين. التور اللي رح نعمله اليوم هو اللي بسموه على الجاردان، يعني اذا واحد عمل التراجيه تبع الشاتو دو لالوار اوكي، يلي كثير حلو، يعني اللي ما بدنا نعمله لازم نعمله، لانه كل شاتو احلى من الثاني وكل شاتو في جنينات احلى من الثاني اللي بحبه اكيد. يعني هلا في الفيزيت تبع الشاتو وكل شيء بس الجنينات بعده، فرح بلش انا بصور لنشرح بالاول شو معناتها جاردان على فرانسيز او جاردان فرنسي، يلي هو لما بنطلع عليه بنشوفه دائما في كثير سيمتري بقلبه، يعني هو الفكره تبعه انخلقوا الجاردان على فرانسيز ليفرج الانسان، بلشت اكيد يعني مع لوي 14 وهيك، انه هو طاغي على الطبيعه وهو مثل كانه بيتحكم فيها بمشيها مثل ما بده مش بالقلب، على عكس البريطاني اللي بيترك الطبيعه. البريطاني هن اللي اخترعوه سيتي دي بانتر، يعني بيتركوا بيخلقوا جنينه مثل كانك عم تطلع على بيزاج لوحه. اوكي مزبوط. هلا بالجاردان على فرانسيز بنشوف كثير مي دائما، وحتى شكل المي كيفيه، فيها تكون مثل مرايه، فيها تكون عده قصص، يعني بس في كثير عندهم مثلا بتطلع هون بفرساي بنطلع كمان قد ايه عن جد في مي، قد ايه في سيمتري دائما، وهول بعد الصور لما بنروح على جاردان على فرانسيز كيف بيكون، يعني جدا مبين كيف. هلا هيدا الايتينيراري اللي وقتها بتزوره لما بتعمل التور تبع الوار، يعني اكيد هلا انا رح نقي منهم لهالشاتو واحد منهم يلي هو شيء كثير حلو، فيلاندري. فيلاندري اختفى من زمان، يعني كان اكيد هو معمول اختفى من كثير زمان لا لك ليه، لانه هو معروف كثير بالبوتاجي تبعه، يعني هي فيلاندري كانت دير وحواليه كل عم بتشوفهم هن كلهم معمولين بالخضره والفواكه، هلا رح نقرب عليهم ونشوف. فبعدين رجعت عائله اشترته لهذا الشاتو وجربوا يعملوا معه كثير ديشرشور من زمان، كيف كانت الرسمات شو كان، ورجعوا ردوه بيملكوا هلا عائله. اذا عم تطلع لفوق في مثل مي بحيره صغيره، هيدي معموله اكزاكتلي مثل المرايه اللي بسموها، ما بعرف اذا البيساز او البيكانز، بس معموله مثل المرايه. هلا بعد شوي بفرجيك صوره كيف موجوده. سو هول هيدا وحده من يعني كيف تطلع عليهم هالبيزاج. هلا هون لما بس كنت عم تقول انه خضره المزروعه، يعني الالوان اللي عم نشوفها هي الوان خضره مش زهور. هلا هي مقسمه كذا شيء رح فرجيك اياهم ونحكي عن القصه كلها تبع فيلاندري، بس هيك عم فرجي بالاول انه اللي بحب فيه يروح اكيد يشوف الشاتو مثل ما بتشوف هيك. هيدي اكيد مش صورته، يعني اخذناها بس لتنفرجي قديش كبير فيلاندري. من بعدها دونك في حواليها هيدا البوا كله يلي هو بتطلع تتمشى فيه، يعني في ناس بحبوا يروحوا على فيلاندري تيتمشوا بهالبوا المحطوط يعني كله سوا يلي عم نشوف يعني كثير كبير عمليا، بتقدر تفتح تمشي فيه وبتعمل كل التراجي كله بعدين. هلا هون بدي اعطيك شغله كثير حلوه، لانه اول ما بتفوت هذا الشيء بسموه البرومير سالون، اذا بتطلع عليهم من فوق هول كلهم هن هارتس، يعني بتطلع اول صوره بتطلع انه هيدا قلب. هلا بالاول هيدا هو الامور تاندر، يعني هو عم بجرب يشرح اللي عامل الجاردان انه هيك بيكون الحب الاول، ملاحظ القلب الفورم تبعه كامل رومانسي وزهر صح. هلا بنشوف اذا بنوافق كلنا ولا ابارامون، من بعدها بصير الامور اسمه باسيوني وبصير مقسم، يعني اذا طلع هلا كنا عم نشوف صور هالقلب يلي كان موجود بصير متقسم، بس هو الفورم بعدها قلب من برا. بعدين ذاتها هون بصير في عندك الامور فولاج يلي بصير في خيانات وخبريات انفلوب رسائل وهيك، وبالاخر هو عم يعني بجرب ما بعرف اذا هو كان زعلان، بس بالاخر بصير اسمه الامور تراجيك، القلوب بتصير مثل
سكين اذا ملاحظ كيف الفكره تبعه. سو كان عم بحب يوصل هيدي الفكره دائما وين ما كان بفيلاندريف بتشوف الصلبين يلي فيهم يكونوا مثلا تبع مثل كروا دو مالت يعني هول عم تشوفهم هون مثلا الحين بينه كيفيه هول كيف بيكونوا كل هيك عم نحكي عنهم. والحلو اللي عم بتشوف بفيلاندريف حلو كمان بعدين تشوفها بالثلج وكمان بتكون كلها عليها ثلج ونشوف كيف هيك فيلاندري بتكون كلها بالثلج. وحلو الشغله بعد البير انه نروح بالليل لانه كمان بيكون في الفستيفال تبع بسموه فستيفال دو لوميير يلي بضوا كل هالاشياء اللي عم نشوفها قدامنا. طيب معك يعني اكيد بدها نفس طويل واحد يربي هيك 100% هيك جنينه، ولكن اللي عم بتشوفهم اللي ايه الخضر يلي هن بيرسموا صح يلي هن بيعملوا رسمه الكونتور اذا فينا نقول تبع الجنينه اوكي جواتهم بتحط زهر احمر زهر صح. الى اخره، ولكن قديش بدك وقت؟ بدها مش كثير وقت، يعني هن هول معمولين من بلانت عندهم بلبنان او الايف يعني اسمها تاكسوس بنعرفها او البوكسوس او بيتوسبورم، بس اكثر شيء البويه يعني البوكسوس والايف بحطوهم ثلاث اربع سنين مهم بصير في الشيب المضبوطه. هلا هيدا بس بهيدا المطرح فرجيتك اياه، بعد شوي هلا بعد شي ثاني بنفرجي كمان كيف معمولين بالبوتاجي. هلا بتشوف لانه هيدا بالاول رح ارجع انا للصور لنفرجي كمان شو الواحد بيقدر يروح يزور كمان بفيلاندري. هلا في مطرح معين تطلع كل هالبيزاج الكبير هون في مثل بازل بتطلع عليها، بصيروا مثلا الاولاد او شيء بيقدروا كمان يطلعوا انه كل وحده من هالبازل وين يلاقوها. وبعدين في مطرح ثاني مجربين يقلدوا فيهم مثلا الات موسيقيه مثلا هون بتطلع او ارب او حيلا شيء ثاني لوت بتشوفهم هون يعني بهيدا الجاردان مع لافاند كثير وهيك بنشوف بتشوفهم من فوق. بترجع بتوصل للمرايه اللي كنت عم خبرك عنها يلي بسموها الويكندز، رجعت تذكرت مقلد المرايه الويكندز اكزاكتلي بالمي. وعلى فكره بس تقول لك انه كل فيلاندري سيستم الاريجيشن تبعه معمول مثل حلقه متواصله بينسقى كله كيف ما كان، يعني هيك بتشوف كيف حتى معمول تا الاولاد يتعلموا كيف بينسقى هالجنينه كيف تنسقى وكل شيء موجود فيها. بيرجع شغله كثير مهمه عم بقول عم بتكين على الجاذبيه ما هيك لتقطع المي من مكان مطرح عالي تقطع على كل ال... هلا هون رح اعملهم بسرعه لنفرج الاشياء الاحلى منهم يلي هن في جردان كمان للبلانت ميديسينال بتشوفه، في عندك حتى اللابيرانت يلي هو كثير حلو يقدر واحد يروح بيضيعوا بيلعبوا كمان باللابيرانت. بتضيع فعلا فيه مثل افلام هو لا بس في مطارح بفرنسا ثانيه بتضيع، يعني هون مثلا كانوا بتطلع كيف انه بتقدر تروح على الفيلاندري تقضي الجمعه يعني قبل ما حدا يشيلك منه او لا. هلا احلى شيء بفيلاندري هو هون يلي هو البوتاجي، هيدا الشيء كله عم نشوفه اذا نطلع فيه لانه هو كان دير في صلبين وين ما كان وبالنص هول الخيام صغيره هن مثل رهبان راكعين وعم بيصلوا، هي الفكره تبعها. اوكي. هلا كل ما بنقرب عليه لهالبوتاجي كل شيء هون عم تشوفه هن من خضره ان كان من برا ان كان من جوا وبيتغيروا على مدار السنه هالخضره اكيد. يعني شوف ما المناظر الشربل عم بتحبون فليك مثلا بتطلع مثلا هول بالخس الاخضر خس الاحمر وفي مطارح حلو تاخذ ديفيو هيك يعني على البوتاجي بتصورهم. هلا انا ما كثير يعني مصور بارع بس انه قد ما بعرف هون لا بس انه عم تاخذ زراعه المقت والخس لليفل كومبليتلي مختلف يعني 100%. ما بقى عم تحكي بمسبكه ما بقى عم تحكي بانه هيك ترش هالحبوب ويطلعوا صح لا عم فهون عم نشوفهم يعني البوتاجي كيف معمول كيف يعني هون مبين كثير منيح من برا من جوا كل هالبوتاجي المعمول يعني عن جد. هلا اوقات بغيره بدل ما بدل البوتاجي على الحل بصيروا يحطوا فيه تاجد فلور وهالاساس بيرجع بعده في اشياء لما بتشيلها بدك ترجع تخلي الارض 100% تتلون بشيء ثاني صح. بيرجع كمان بفيلاندري بس انا مش عم فرجي الصور تبعهم هلا كلهم في كمان شغله كثير حلوه يلي هي بعدين بنروح بنزور بلانت ميديسينال يعني في عندك مطرح كله nice. صح كل وحده مع اسمها مع زهرتها بتشوفها بتتعلم اسمها وهيك يعني اشياء حلوه هيك. هلا هيدا فيلاندري هلا حروح لانه بعد عنا وقت هيدي يعني طرنا فوق واحد من كل هالصوره بمنطقه الحوار صح هو في كثير اذا بتظبطها يعني انا عملت قدرت اعمل تسعه منهم بثلاث ايام اربع ايام ثلاث ايام ونص رح روح هلا على الثاني رح نروح على الثاني رحنا عليه يلي هو كمان اكيد يعني شاتو كثير حلو عم شوفه قدامنا بعقد يلي هو اكيد شومون سولوار يلي انا شخصيا هون وقتها رحت لانه كنت صار معي بالشاتويات ارزي؟ اي اكيد هلا رح تشوف اساس رح تدخلك فوقتها صار عن
جد شفنا كذا شاتو، فما كانت على بالي فوت لجوا شوف شو في بهذا الشاتو تحديدا. فبس ليه بتروح على شومون سيلوار؟ بتروح كمان شغلتين. اول شيء لانه في ديز ارتست بيجوا بيعملوا اكسبوزيسيون بيرمانانت، يعني قصص بتضل هنيك، وفي كل سنه، هلا نسيت الدات بس بركي بين افريل لجويه، في بيعملوا كيف مثلا جاردن شوز هون على كامل هنيك، بيجوا اكبر لاندسكيبرز من العالم، كل واحد بياخذ جنينه وبيعملها بتضلها هنيك على 3 اشهر. هذه الفكره تبعها. رح نروح نشوف الصور يلي رح يكونوا كثير حلوين. الارز اللبناني طاغي على شومون سيلوار، اوكي، يعني وين ما كان رح نشوف ارز بهذا المشوار رح نعمله. سو اول شيء في اكيد نشوف كيف الشاتو من برا، هيدا كبر الدومين يلي عم نحكي عنه يلي هو دومين كثير كبير. كيف ما بتقطع مثلا هون عم نتطلع على كيف بيقدروا الارتيست يحطوا قصص لها علاقه بهالجنين، يعني مثلا هون عم بجرب اكيد يبعث مسج بهالخشبات اللي عم نشوفهم، وكل شغله اللي عملها الارتست معموله وفي تفسير تبعها، يعني بتقرا عنهم مثلا في دي بلاك بتفهم هو ليه عمل هيك، هو من اي لغه، من اي بلد جاي. مثلا هون كمان مسميها سوب اكستير، يعني عم بفرجي كيف شيء بتطلع من الارض. مش دائما على فكره البير هين تفهم شو بدهم ارتيست بهول الخبريات. هلا في فنانين بفوتوا لك باشياء ابستراكت ما بتفهم. بس ليك هيدا شو حلوه، هيدا هول كلهم ارز لبناني كثير كبير، تقلب عليهم مثلا فيهم هالاشكال الموديلات اللي عاملينهم ديزارتيست، ليك الارز قديشها، هون بتشوف مثلا هول الكون معمولين بالسفساف مثلا. وهلا هون رح نشوف شيء كثير حلو هو كثير مشهور بالعالم، يلي هيدا مثل خيمه بتفوت لجواتها بتطلع، هيدا ارتيست كثير مهم. يعني على فكره في كثير صوره اوروبيه حتى ببريطانيا اذا بتفكر داونتون ابي الى اخره، بيكون في ارزه حد أكيد حد القصر 100%. حتى في مثلا اذا بتروح على باري على جاردان دو جوسيو، هذا بده حلقه لوحده، في لانه هو اسمه، لانه البوتانيست جوسيو اللي هو زرعه، يعني جاب معه ارز من بريطانيا وزرعهم اصلا بفرنسا وبعده مكتوبه لهلا، يعني هو بسمون السيت تبع جوسيو يلي كثير كبار بفرنسا موجودين كثير. بس تقول لك انه كله مزروع، لانه الارز اللبناني من بعد تركيا لكل اوروبا وكل امريكا ما في ولا ارز هون، كله مزروع، يعني الكونتينون الامريكاني كله والاوروبي ما فيهم ارز ابدا، كل يعني شيء بنشوفه ما بيطلع بشكل طبيعي، بيطلع لما بنزرع. صح، بس اخذوه بالزمن. رح نرجع لهذا الشاتو اللي كثير حلو، قد ما فينا نقطع صور لانه رح تشوف قد ايه في قصص حلوه. سو كمان كيف ما بتقطع في ديز اكسبوزيسيون مثلا مثل هول بتشوفهم معمولين، وفي واحد يقدر يعيش هونيك اختبارات. هلا انا كنت جايب فيلم بس ما لحقت يعني نزله هون، شيء كثير حلو، بتفوت على قلب هيدا يلي هو بيه، بتفوت على قلبه، انت بتعيش كيف انه انا فتت على خطيطه، على خطيطه بتفوت بتطلع من ثاني ميل، هي كبيره يعني شيء 400 متر بركي، يعني شوف شو حلو، خطيطه غير طبيعيه، اصطناعيه. ليك هون شو حلو، بتفوت تقطع فيها، بتحس هيك برطوبه بالماء، يعني قصص كثير حلوه. وفي كثير مفاجآت، بتكون عم تقطع بتكب عليك مي، يعني تقع بالغابات تشوف لك شيء جوست مثلا. بعدين اكيد من بعد ما تروح لهونيك، الشيء اللي كثير مهم تعمله بسموه كولور المير وفيستيفال دو شومون، يلي هو بتروح على الفيستيفال يلي هي هالجنينات، في تصور بيكون شيء 40 وحده، حلو تجي الصبح وبالليل. هلا ان شاء الله نقدر نفرجي ليه، وكل ارتيست عاطينه مثلا مساحه 30 40 متر مربع اوقات اكثر، بيعمل فيها الجاردن هو بده اياه. اكيد بتقرا التام تفهمهم اكثر، يعني بدك اوقات تخبط العالم لتقدر تصور يعني شو هون. مثلا هيدا كان اسمه هون اسمه لا كولور بلو، كان اسمه الجاردن. اوقات قلت لك ما بتفهم شو بدهم يعني، بس بقعد تفهم مثل هون. انا هيدا الشيء كثير حبيته، يلي هون اسمه السنيفلت، يلي اذا بتطلع عليها هو بيخه، يعني هن حدايد محطوطين على شجر، بس الفكره تبع انك تجي تحط راسك من تحتها وتشم الروائح الاروماتيك الموجوده، فوتجرب تعرف شو هن النباتات وهيك. هلا مثلا هون يعني سيلوديك صارت لعبه، هي كلها العاب. مثلا هيدا هون اسمه لوغوتي، بتقطع كله تبن، بس بقلب هيدا التبن زارعين كله بوتاجيه مزروع بالتبن، وبتشوفهم طالعين منه اكيد وهيك، يعني اشياء كثير حلوه. مثلا هيدا اسمه كورير بورفار لا كولور دو فون، تخيل يعني لانه لما بيجي الهواء لما يبرموا هول اللي فوق مثل هون كيف بصير، جرب تقدر تقشع، يعني قصص كثير حلوه. وبالليل هيدا البير ليك كيف بصير، هلا هون شوف الوان يعني مضويينهم، بتصير تشوف الهواء عم بيلعب بالشجر، يعني قصص عن جد كثير 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 حلوه. انا عم فرجي، يعني انا عامله 3 سنين ورا بعضهم، وكل مره في 40، يعني ما فيك تختصره يعني كثره الافكار الحلوه اللي بتنعرض هناك. هيدا اسمه فوار لي سون، يعني نشوف الصوت، اوكي، فبتروح تقعد بهالاوضه جوا
وبتسمع اصوات غريبه عجيبه معمولين بسبب الشجر وهيك. هذا الشيء انا كثير حبيته. مثلا بتقعد بهيدا وبتطلع، كيف ما بتطلع بتقشعل زيت الجردان باكس مختلف، يعني بتقشعل هيك مثلا بكون عامل لك ويد فيو عليهم يعني لهالجاردنز وهيك. فمثلا بنفرجع على السريع يعني هول زيت بتقدر تعمل فليكسيون ليك هول شو حلوين يلي هن بسموها ديمال امبرسيونات، يعني هو بس معمول بالتبن كله سوا وبالليل اكيد بيطلع حلو. هلا من احلى اكسبيرينسات عملتها هونيك كانت الشيء اللي هون عم شوفه اسمه انجاردان افرولي، يلي هو هولي خشب انت بتقطع، كان لازم جيب الفيديو بس كمان ما لحقنا، كيف ما تدق بهول خشبات بيطلع صون لوحده طبيعي، يعني بتقطع تحتهم بصير تسمع اصوات بس شو كانك عم تدق على بيانو قلبي، يعني شيء كثير 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 حلو. يعني ما بيخلصوا عارف كيف، بعد يعني في بعد يعني لو جبت الفيديو هذا لازم نرجع حضرتك منشوفه. ما بقى تحرسنا ماركو، لا على السريع رح حرسك بس بالشوار الفيديو. خلص هيدا اسمها لا ريفيير دي سانس، بتروح بتوصل على جاردان كثير حلو. بالليل اكيد كمان عم نشوف كيف هو عدت، يعني ما بيخلصوا الافكار. يعني هيدا مثلا فينيوب معمول كله، كل شيء بالياج هون معمول، شو ما بدك فيه يعني تطلع على الصور جاردنز ليك هون مثلا عاملين كادر تتقشع الجردان من ورا، فكلهم اكيد ارتست عالميين. فجيك بعد ليك هذا مثلا بازل كله بتقطع عليه تشوف البلانت اكواتيك او هون كيف زارعين، يعني ما بيخلصوا. جنينات الفرنسويه بحلقه خاصه اليوم بعد الجنينات، بعد يعني جزء ما بيخلصوا صغير جدا من الجنينات الحلوه ومن منطقة كل حال محدودة اللي هي للواغ، بعض القصور اللي بهالمنطقة بمناسبة 14 تموز عيد الوطن الفرنسي. معك رح يكون في حلقات أخرى رح نحكي أكثر عن هالجنينات، على كل حال عم بيجوا بالمواضيع قبل ما نشوف جنيناتنا اللبنانية شوي كمان، لأنه إلها في خصائص للجنين اللبنانية بنحكي عنها بنبقى بحلقات قادمة. ناخذ بريك، بعد البريك رح يكون في فقرة بنكمل اللايف، يلا خليكم معنا.